الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الخامسة في سلسلة الحلول الشرعية للمشاكل الزوجية، وسبقها في محاضرتين مهمتين في معرفة أسباب الخلافات الزوجية وكيفية حلولها، والسبب معرفته من الأهمية بمكان، وإذا علم السبب بطل العجب كما قيل. وكانت المحاضرة الأولى في معرفة الأسباب، أسباب الخلافات أو أسباب المشاكل الزوجية، بعنوان التحريش وما له من الأثر من شياطين الإنس في تفريق الأسر وتشتيت المجتمعات. ثم كانت المحاضرة الثانية بعنوان تسلط الشياطين بالمس والسحر، وكثيرا ما يحصل أو تحصل الخلافات الزوجية بسبب المس والسحر. وأدركنا الوقت قبل الكلام على سبب خطير، وهو أيضا من الأسباب التي لا يتفطن لها كثير من الناس من الرجال والنساء ولا ينتبهون أنه عامل مهم في الخلافات الزوجية والمشاكل الأسرية، ألا وهو الإصابة بالعين. ولما كان هذا الموضوع موضوعا مهما خطيرا، قدر الله أن نفرده بمحاضرة كاملة، فنذكر ما جاء في ذلك من الأدلة في إثبات العين، ونذكر أقسام الناس مع العين، ونذكر بمشيئة الله عز وجل علامات العين التي يستدل بها الزوج أو الزوجة على وجودها وما لها من الأثر في تشتيت الأسرة، ونذكر بعد ذلك الأسباب التي من شأنها أن يصاب البيت الأسري بالعين. هناك أسباب يتعاطاها الأزواج أو تتعاطاها الزوجات، فتكون تلك الأسباب من أسباب إصابة الأسرة بالعين. ثم نختم إن شاء الله بالحلول الشرعية التي تقي أصالة ووقاية من العين، وأيضا بالحلول الشرعية لمن أصيب بالعين من الأزواج أو الزوجات، وماذا يصنعون وكيف يتعاملون مع هذا السبب من أسباب الخلافات الزوجية. أولا، العين حق، وقد ثبت ذلك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العين حق. وزاد مسلم: ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. وجاء أيضا عند مسلم وأبي داود: ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. وجاء أيضا في مسند الطيالسي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. حسنه الألباني في صحيح الجامع. وجاء عند أبي نعيم في الحلية وابن عدي في الكامل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. حسنه الألباني في الصحيحة. هذه الأحاديث تدل على أن العين حق، وأنها من الأسباب اليقينية التي تصيب أجساد بني آدم بالأمراض، ك
كما سمعتم، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. وهكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أكثر الموت الذي سببه أمراض فيما يظهر بسبب العين. العين تصيب بالمرض وتصيب بالجنون وتصيب بالاضطرابات وتصيب بالتفرق وتصيب بالقتل، تصيب بإصابات، وكل ذلك يسير على قدر الله عز وجل الكوني. حتى قال عليه الصلاة والسلام: تدخل الرجل القبر والجمل القدر. تصيب الرجل حتى يموت والسبب العين، وتصيب الجمل فربما تردى من شاهق أو حصلت له بعض أسباب الموت فيهرع صاحبه أو من حضره إلى ذبحه فيؤكل قبل أن يموت. هذا كله يدل على أن العين من الأسباب الخطيرة المهلكة أو المفرقة أو المردية أو المسببة للخلافات والمشاكل. وفي كتاب الله عز وجل إشارة إلى ذلك في قول الله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. قال ابن كثير: أي ليعينونك بأبصارهم، بمعنى يحسدونك لبغضهم إياك. ولولا وقاية الله لك وحمايته إياك منهم، يعني لحصل لك العين. قالوا: في هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل، كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة. انتهى من تفسيره. وقد تكون العين حسدا وهو الأكثر، وقد تكون عجبا أو إعجابا. نعم، فالعين تكون بالحسد وتكون بالإعجاب، يعني أن العين قد تكون من المبغض القالي الكاره للرجل أو للمرأة، وقد تكون ممن؟ من المحب الموالي المناصر للرجل أو المرأة. إذن فشأنها خطير وليست محصورة بالحسد، بل إنها تحصل من باب الإعجاب وكثير من الناس لا يباليها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة فإن العين حق. رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة، والحاكم وصححه الألباني في الكلم في صحيح الكلم الطيب. إذن العين عين حاسد وعين معجب، فانتبه لهذا الأمر أيها الزوج، وانتبهي لهذا الأمر أيتها الزوجة. وبعد هذه الأدلة في إثبات هذا الأمر نأتي على نبذة مختصرة في أقسام الناس مع العين. والناس غالبا في هذه الأمور وغيرها ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. طرفان على نقيض، ووسط وهو العدل وهو الحق. أما الطرف الأول فهو منكر للعين ويقول: هي خرافة وهذا كلام فاضي، ولا يؤمن بالعين ولا يؤمن بالسحر ولا يؤمن بالمس ولا يؤمن بدخول الجن في الإنس إلى غير ذلك من تلك الفلسفة الباهتة وتلك الادعاءات للثقافة وللتنور وللتطور ولمواكبة العصر كما يحصل من بعض الناس. أو يكون ضمن هذا القسم غافل أو غير مبال، يكون غافلا أو غير مبال به بها، أو مهملا غير آخذ الأمر بجد، وما له من الأثر العظيم في الخلاف والشقاق وتدمير الأسر. وهذا الصنف يركضه الشيطان ركضا ويستغله استغلالا، وهو أبعد من أن يتدرع بالدروع الشرعية والتحصينات القرآنية والنبوية، فلا وقاية ولا علاج بالرقية وغيرها من الأسباب الشرعية. هذا هو القسم الأول، وهو قسم تائه بعيد
يستغل استغلالا كثيرا من قبل الشياطين بالمس والسحر، ويصاب بالعين وهو لا يشعر ولا يتداوى ولا يتقي الإصابة بالعين. القسم الثاني هو أيضا قسم في الطرف الآخر، يفسر كل الخلافات والمشاكل الزوجية وغيرها بالعين، بل إن كل مرض عنده وكل إصابة وكل شيء يحصل هو بسبب العين، فيتشكك ويتوهم كل شيء أنه عين تمام، وكله سحر أو عين أو مس، مبرئا نفسه حال كونه يبرئ نفسه وغيره من أي مشاركة في ذلك، ويقف مكتوف الأيدي ويقف مكتوف الجوارح ويقف صامتا ضعيفا مهزوما شاكيا باكيا، فلا يأتي بالحصون الشرعية والأذكار النبوية، فلا قرآن ولا سنة ولا طاعة ولا أذكار ولا رقية، وإن فعل شيئا من ذلك لا يأتي بالمطلوب أو لا يستمر أو لا يدوم على ذلك، وهذا أيضا يعتبر فريسة للإصابة بالعين وغيرها من هذه الأمراض. القسم الثالث قسم وسط، وهو قسم منتبه محترز آخذ بالأسباب، أسباب السلامة والوقاية من العين وغيرها، ولا يفسر كل شيء بذلك، ولا يوسوس ولا يتشكك ولا يتوهم في كل شيء عين، ولا يبرئ ساحته، وإذا نظر فوجد شيئا من علامات العين أو من أماراتها سارع إلى التداوي بالقرآن بالسنة بالأذكار بالأوراد الشرعية والطرق الجائزة. هذا هو الذي نجح وفاز، فهو يتخذ الوقايات ويتخذ الأسباب والحمايات قبل حصول العين، وأيضا إذا توقع أو وجد شيئا من العلامات حصل منه أن أقبل على تلك الأوراد الشرعية وعلى القرآن والسنة وعلى الأذكار وعلى ما يحميه من شر العين وغيرها بقوة، واستمر على ذلك ولزمه فينجو بإذن الله سبحانه وتعالى. وإن أصيب بالعين فإنها إصابة خفيفة طفيفة لا تكون كغيره. نعم، والمؤمن والمؤمنة الزوج والزوجة ينتبه لهذا القسم الثالث، وهو القسم الممدوح وهو المضروب أن نكون عليه جميعا. نأتي الآن إلى علامات الإصابة بالعين. هذه العلامات مأخوذة إما من آيات من أحاديث أو مأخوذة من تجربة رقاة وغيرهم، وهي تشترك شيئا ما مع بعض العلامات التي سبق ذكرها من علامات السحر، لا سيما سحر التفريق. فإذا حصلت مشاكل في أوساط الزوجين، إذا حصلت المشاكل بين الزوجين فوجد أحدهما أو وجد جميعا واحدة من هذه العلامات، ربما كان السبب في تلك المشاكل وذلك الخلاف العين. من تلك العلامات البغض بدون سبب يذكر، فجأة يحصل التباغض بين الزوجين، إما أن يكون سحر تفريق، وإما أن يكون عينا. هذا كما سبق إذا لم يجد سببا مقنعا أو سببا حسيا واضحا، فبعد ذلك ينتبه الزوجان ليعلم أن هذا إما من السحر وإما من العين. كذلك من العلامات التغيرات المفاجئة والاستفزازات المتكررة، عدم تحمل الآخر، لا يتحمل الزوج من زوجته كلمة أو نظرة أو تصرفا، والمرأة والزوجة كذلك. من العلامات إذا دخل أحدهما البيت أصيب بالحرج والضيق،
وأصيب بالإرهاق وأصيب بما لم يكن مصابا به قبل ذلك، ومنها أيضا لا يطيق الكلمة من الآخر، ومنها لا يتحمل مخالفة الآخر ولو في الأمور اليسيرة والعادية والقليلة، ومنها الخلافات اليومية المتكررة والمتكاثرة، ومنها كثرة المشاكل. لا يخرج الزوج أو الزوجة من مشكلة إلا ودخل البيت الزوجي في مشكلة أخرى، ومنها عدم التماس الأعذار وعدم التغافل والتغاضي عن الأخطاء اليسيرة التي لا تناقش، ومنها عدم الراحة في المنزل، ومنها كثرة الأمراض المنفرة المتكاثرة على الرجل أو على المرأة. فإذا ذهب إلى المستشفيات أو إلى المختصين فجاءت الفحوصات، النتيجة سليم، لا مرض عضوي، لا إشارات عن أمراض واضحة يعرفها الأطباء، هذا من علامات وجود العين والإصابة بها. ومنها أيضا تنقل الوجع من مكان إلى آخر، وهذا من أخص العلامات التي يستدل بها على وجود العين. فيتنقل المرض من الرأس إلى الظهر إلى البطن إلى القدم إلى الرجل إلى اليد إلى الأذن إلى 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 آخره. فيستدل الإنسان بهذا على أن هذه عين، وقد يكون مسا وقد يكون سحرا. المهم كذلك من العلامات الكراهة المتبادلة بين الزوجين، ومنها تبادل الاتهامات، أنت المقصر وهي تقول أنت، ونعم وهو يقول أنت المقصرة، وهكذا في أي مشكلة أو قضية، وربما لم تكن مشكلة ولا قضية، يتبادلون الاتهامات. ومنها كثرة التفكير في الطلاق وأنه هو الحل الأمثل، وهذا يحصل للمسحور ويحصل أيضا لمن أصيب بالعين، للمعين أو للمعيون. ومنها أيضا القرار النهائي، الحل الأمثل هو الطلاق أو هو الخلع أو هو الفراق بين الزوجين بدون أسباب تذكر وبدون أمور محسوسة، هذا من علامات ظهور العين. ومنها تصيد الأخطاء بين الزوجين، كل واحد عنده دفتر وعنده ذاكرة يسجل فيها أخطاء الآخر ولا ينسى ولا يتغاضى ولا يسمح ولا نعم يرجع عن هذه الطريقة وهذا الأسلوب. ومنها عدم إطاقة الآخر مطلقا، ومنها وجود الخلافات الكثيرة أثناء التواجد في المنزل، ومنها لا يطيق أحدهما لمس الآخر ولو بيده، فهذا مما يدل على وجود سحر أو عين. ومنها أيضا التغير عند دخول البيت، ومنها ما يحصل لبعض المعددين من كراهة زوجة معينة دون غيرها وعدم إطاقتها وعدم المحبة لها، فجأة كان يحبها ثم تحول الحب إلى بغض أو حصل ما حصل، أيضا قد يكون سحرا وقد تكون عينا. ومنها ترك المبيت عند الزوجة التي يبغضها وهجرها، ومنها الوساوس الخطيرة والشكوك الدائمة والادعاءات أن زوجته ربما تراسل الأصحاب أو الأصدقاء أو تتهم زوجها بذلك أنه مصاحب لنساء ويأتي إلى نساء وينظر إلى النساء ويفعل مع النساء كذا وكذا بدون أسباب صحيحة وأدلة واضحة، إنما هي شكوك ووساوس. ومنها رؤية الآخر على صورة بشعة، ومنها التخيل للآخر أنه يقول أقوالا أو التخيل للآخر أنه يقول أقوالا ويفعل أفعالا يكرهها ولم يحصل شيء من ذلك لا قليل ولا كثير. ومنها التبصير بعيوب الآخر والتركيز عليها وعدم النسيان، ومنها هذه الأشياء والعلامات التي في الغالب تأتي فجأة وتستمر وتتطور وتكبر، وربما وصل الحد فيها أو في أكثرها إلى حد الطلاق، إما أن يكون الزوج أو الزوجة أو يكون الزوجان أن يكون الزوجان قد أصيبا بالعين أو بالسحر. فلينتبه الأزواج لهذا السبب، لهذا السبب من أسباب الخلافات الزوجية. ذكرنا العين
وثبوتها، وذكرنا أقسام الناس معها، وذكرنا أيضا علامات العين، لنأتي على أسباب العين. وهذا الموضوع من الأهمية بمكان، بل إن أساس المحاضرة نقطتان: الأولى كيف تحصل العين، وما هي الأسباب التي تقع عن طريقها العين، والنقطة الثانية والمحور الثاني كيف يكون الحل والعلاج والخلاص من هذه الأسباب. الأسباب التي عن طريقها تحصل العين للزوج أو للزوجة أو للبيت نعم بأسره والأبناء والجميع كثيرة، ونأتي على أهمها مع شيء من الإيضاح. أولها التفاخر بالمحاسن والنعم، يحصل من كثير من الأزواج أو الزوجات التفاخر بنعمة، بجمال، بمال، بعيال، يتفاخر على غيره بهذه النعم التي أنعم الله عز وجل عليه بها. وإذا حصل هذا لن يحرم من حاسد أو من معجب، إما أن يصاب بعين حاسد أو يصاب بعين معجب. كذلك مبالغة ومفاخرة بالملابس، مفاخرة بسيارات، ببيوت، بغير ذلك. فالتفاخر بالنعم والمحاسن وبالعطايا الإلهية والمنن الربانية من أسباب الإصابة بالعين. فاحذر أيها الزوج، واحذري أيتها الزوجة من التفاخر، بل إن التفاخر من أساسه لا خير فيه. على من تفخر؟ أتفخر بنعمة الله؟ إنها نعمة الله عليك وفضل منه ورحمة، وليست بيدك ولا بذكائك ولا باستحقاقك كما يظن كثير من الناس. ومن تلك الأسباب النشر لهذه النعم في وسائل التواصل. من الناس من يتفاخر ويتباهى بهذه الأسباب، بهذه النعم وهذه المنن، في ماذا؟ مجالس خاصة، المرأة بين النساء، الرجل بين الرجال. هناك من الناس، من المغفلين والمغفلات، من ينشر ويذكر ويتكلم ويتبجح ويتفاخر، وربما يتعالى على غيره بهذه النعم في وسائل التواصل الاجتماعي، في حالات الواتساب أو في الفيسبوك أو في تويتر أو في غيرها، في غيرها من الوسائل. وهذا الأمر بحر لا ساحل له. فكم ترى في الحالات صورا، هذه المرأة تصور زوجها، ما شاء الله معجبة بزوجها، تنظر نساء إلى هذا الزوج، ربما حسنت عليه، وربما نظرت إليه امرأة بإعجاب، وربما إلى غير ذلك. فهذا من أسباب العين، جعل صور الأزواج أو البنين أو البنات أو غيرهم من الطعام والشراب، وربما حصل التصوير للوجبات، للعزائم، للولائم، للحفلات، وحصل التصوير لأمور أخرى كما سيأتي. هذا من أسباب الإصابة بالعين. كم من إنسان لا يجد ما تجد، كم من امرأة لا تجد ما تجد أيتها المسلمة من هذه النعم. فلن يحرم الإنسان من عين حاسد أو معجب بهذه المنشورات وبهذه الصور. ومنها أيضا الكلمات التي تشعر بالتوافق بين الزوجين، زوج يذكر حالات رومانسية، أو زوجة تذكر في حالاتها حالات رومانسية كما يقال. هذا من أسباب الإصابة بالعين، إما بحسد وإما بإعجاب، إما عين حاسد، إما بعين حاسد أو معجب. ومنها أيضا كلمات في تلك الحالات أو في المنشورات تشعر بالسعادة الأسرية والسعادة الزوجية إلى غير ذلك. كلمات، صور لا يباليها كثير من الأزواج والزوجات، كانت سببا لهذه الإصابة، للإصابة بالعين. ومن ذلك ربما حصل وكثير من الأزواج والزوجات لا يشعر، تكتب المرأة في حالتها دعاء لزوجها يدل على أنها راضية عنه، وأنه أن زوج يدعو لزوجته في الحالات: بالله عليكما ما وجدتما الدعاء إلا في الحالة
هي منشورة للناس الحقيقة المسلم بها للحالات، لا سيما في الواتساب أو في التليجرام أو غيره، عبارة عن منشورات للناس. أفد الناس، ما هو منشور لزوجتك حتى ترى أنك قلت في حالتك كذا وكذا، أو لإخوانك حتى يشهدوا لك أنك تحب زوجتك، أو لأخواتك حتى يشهدوا لك أنك تحب زوجك، أو كما يحصل من كثير من النساء أو من كثير من الرجال، عبارة عن مناورات سياسية أو مناورات عسكرية. تحولت الحالات إلى مناورات وإلى ماذا؟ حروب، ضروس. هذا كله من الخطأ وكله من ضعف الإيمان وضعف العقل وقلة الحكمة. ومنها أيضا صور البنات والأبناء وتصوير كما سمعتم النعم. بعض النساء ربما صورت الصحون، إذا اشترت صحونا أو أواني صورتها في الحالة، سبحان الله، يعني لم يبقى إلا أن تصور المكانس والجزمات والصنادل أعزكم الله. قد صور كل شيء في البيت، صور السرير، غرفة النوم مصورة، غرفة النوم بما فيها من سرير وفراش وأنوار وزينات. بعد هذا ترجو المرأة سعادة في بيتها وقد صورت غرفة نومها، أدخلت نساء ربما عندهن حسد أو إعجاب غرفة النوم، هذا أيضا من أسباب الإصابة بالعين. إدخال النساء إلى غرف النوم خطأ، إدخال الرجال إلى غرف النوم خطأ. هذه من الأخطاء التي لا يباليها كثير من الأزواج ولا كثير من الزوجات، لا سيما في هذا الموضوع الحساس، غرفة النوم وما فيها وما يجري فيها. وربما رأت نساء ملابس نوم المرأة، وربما أصيبت بحسد على بدلة من بدلات النوم، تتفاخر عندي هذا، اشتريت هذا، فعلت هذا، طلعت هذا، نزلت هذا، إلى آخره. هذا من الأسباب التي لا تباليها كثير من النساء. أيضا من الأسباب، من أسباب الإصابة بالعين، المغازلات. المغازلات في الحالات، زوجة تغازل زوجها، والزوج يغازل زوجته، ما شاء الله، فلان رومانسي وفلانة رومانسية، هذا المقصود، يشهد لهما بالرومانسية، وبعد ذلك لا تسأل عن الإصابات بالعين والمشاكل بين الزوجين. وربما كان الواقع على خلاف ذلك، الحالات رومانسية وحب وغرام وعشق وهيام وأمور، والواقع وفي غرفة النوم كل هذا ذهب أدراج الرياح، ذهب شذر مدر، سحب عليهما السبب النشر هناك، قد استفرغا وسعهما وطاقتهما في الحالات وفي الكلام والقال والقيل. فإذا جاء إلى الحياة الزوجية والمعاشرة الزوجية كانت حياة عادية، كانت حياة عديمة، كانت حياة مفقودة، والسبب كما سمعتم الإصابة بالعين. بل من العجائب أن بعض الأزواج أو بعض الزوجات يغضب ويتخذ موقفا من الآخر، والسبب لماذا لا تكتبي حالة عني، لماذا لا تجعلي صورتي في الحالة، لماذا لماذا ولماذا، يعني لماذا لا تغازل زوجها في الحالة. وهذا قد حصل، أزواج هجروا زوجاتهم وحصلت بينهم مشاكل ربما وصلت إلى الطلاق. السبب قال لماذا زوجات إخواني يغازلنا نعم أزواجهن ويكتبن في الحالات كذا وكذا، وأنت باردة وأنت عديمة الإحساس وأنت عديمة المشاعر. سبحان الله، أوصل الحد بكثير من الناس إلى هذا؟ سبحان الله، هذا والله من عجائب هذا العصر وبلاياه الكثيرة. ومن ذلك أيضا ما يحصل في الحالات، بعض النساء ربما كتبت اسم زوجها في الحالة، وبعض النساء وضعت صورته، وبعضهن ما كتبت لاسمه ولا وضعت صورته، وإنما رمزت لاسمه برمز بأول حرف بالإنجليزي. سبحان الله، ما المقصود وما الفائدة؟ لا صورة ولا اسم ولا مغازلة ولا دعاء، ولا يحتاج إلى كتابة
اسم، نعم رمز اسم الزوج، ولا يحتاج إلى شيء من ذلك. نعم، وبعض النساء تعبر عن حب زوجها، وبعض الأزواج يعبر عن حب زوجته بخاتم مكتوب عليه رمز كذا وكذا، أول حرف من اسم الآخر. من أين جاءت هذه؟ الحب ليس في هذه الوسائل، الحب ليس مشهرا، الحب لا يحتاج إلى شهادات أن يشهد الناس به. هذا يعرض الزوجين للإصابة بالعين ولشتات الأسرة. كذلك ربما كتبت عبارات، واحد هو أحسن واحد لا نظير له، رفيق الحياة، طلع نزل دخل خرج سافر جاء إلى آخره، أو يكتب الرجل واحدة هي التي فعلت وصنعت وهي التي ما الفائدة من هذا في الحالات؟ ما الفائدة من هذا في الحالات إلا الإصابة بالعين؟ فكم ترى في الحالات من البلايا، لا سيما في حالات النساء، مما يتعلق بالعشق والغرام والحب والهيام، وحروف وأسماء وإشارات وحركات وأسهم وقلوب، وماذا، رموز تعبيرية وأشياء، نعم طفحت وكثرت وامتلأت بها تلك الحالات والمنشورات. هذه أيها الأزواج حالات عجيبة غريبة، حالات عجيبة غريبة. يعني هل نقول ما وجد الأزواج والزوجات تعبيرا عن مشاعرهم إلا الحالات؟ هل هذا من العقل؟ هل هذا من العقل؟ هل هذا من حماية البيت والأسرة من الإصابة بالعين والخلافات والمشاكل؟ كلا والله. فهذه رسالة أن يراجع الأزواج والزوجات الذين يقعون في هذا الأمر أنفسهم، وأن يعودوا إلى رشدهم، وأن يتركوا هذه المنشورات وهذه الحالات وهذه التعبيرات وهذه الأمور التي لا تنفع بل تضر، والتي هي من أسباب الإصابة بالعين. فليس صوابا إخراج الحياة الزوجية إلى الحالات، أو إخراجها من غرف النوم، وإخراج الحياة الزوجية والتعبير عنها من القلب إلى الواقع، إلى الناس، إلى البعيد والقريب، إلى الداخل والخارج، إلى جميع وسائل التواصل. أيضا من تلك الأسباب المبالغة، هذا شيء مما يتعلق بالهاتف بالجوال في تفريق الأسر وتشتيت البيت الزوجي والخلافات والمشاكل الزوجية، هذا شيء. وإن شاء الله لو تيسر أتينا بمحاضرة كاملة عن الجوال ومشاركته في الخلافات الزوجية والمشاكل الأسرية، وهي آثار وأسباب كثيرة وقعت بين الزوجين الخلافات، والسبب الجوال الذي ما أحسن كثير من الأزواج والزوجات استعماله. كذلك كما سمعتم من أسباب الإصابة بالعين المبالغة في الأثاث، أثاث البيوت والزينة، بعض الناس يبني بيتا ويؤثث أثاث فوق مستواه، أو يؤثث بغالي الأثمان، الصالة، المطبخ، غرفة النوم، الحمام إلى غير ذلك. نعم، هذه المبالغة من أسباب الإصابة بالعين. وكم تئن من بيوت كانت بيوتا عادية وحياتهم سعيدة، بعد أن بني البيت الكبير وأثث الأثاث الباهظ الغالي، جاءت الأمراض والمشاكل والخلافات، لا يطيق الزوج زوجته أو لا تطيق الزوجة زوجها. أيضا من تلك الأسباب المبالغة من النساء في الزينة والمكاييج، كثير من النساء تبالغ في شراء الثياب الغالية والفساتين النادرة، وتبالغ في زينة جسدها بكثرة الذهب، وربما استعارت تلبس الذهب وتتفاخر به على صديقاتها، تلبس الجديد وتتزين بالمكاييج، ولا تخرج إلى الناس وإلى النساء في المجتمعات أو الاجتماعات أو الحفلات والاحتفالات إلا وهي تحفة من جميع الأشياء، من ذهب
ومن مكاييف ومن ملابس، وبعد هذا تقول ظهري يوجعني، بطني يوجعني، عيني توجعني. أنت عرضت نفسك لماذا؟ لهذه الإصابات ولهذه الأمراض. سيأتي أحسن طريقة في هذا العلاج كتمان المحاسن، ما هو نشرها ولا إظهارها. طيب، وأيضا من الأسباب بعض النساء يعني أشبه أن تسمى بعارضة أزياء، وهي في كل يوم بدلة وفي كل يوم تأتي بلون، وربما جاءت صباحا بلون ومساء بلون آخر، ثم بعد هذا ترجو وتتوقع ألا تصاب بالعين. إن حرمت من عين في الصباح ما حرمت من عين في المساء، إن حرمت من عين إن لم تصب بعين في اليوم في هذا اليوم أصيبت في غد أو بعد غد. فتحرص المرأة على عدم إظهار زينتها التي ربما أصيبت بسببها في المجتمعات بالعين. والنتائج كثيرة والأخطار وفيرة والأضرار شهيرة التي تصيب النساء عند إصابتها بالعين، تصاب بالقلق وتصاب بالخلافات وربما المضاربات والمشاحنات مع زوجها ومع غيره، وأصيبت بالضيق والضنك والهم والغم والكرب والبلاء. تصاب كثير من النساء بالتعاسة في مجتمعها مع زوجها ومع غيره، وربما أصيبت بالطلاق بسبب عين، وربما قتلت أو قتلت بسبب العين. فهذه مصائب كبيرة ولا يستفيد منها إلا الشيطان الرجيم. الإصابة بالعين خدمة مجانية لإبليس عليه لعنة الله، يباركها مباركة عظيمة ما بذل فيها جهدا. وهل يتبع العين شيطان حاسد أو معجب؟ هذا بغض النظر عنه، الغالب والأصل أن العين لا يتبعها شيطان. وقد يحصل، قد يحصل كما ذكر ذلك بعض الرقاة، أنه قد يحصل أن يتبع هذه العين شيطان. إذا صار الجسم ضعيفا وصار مرهقا تسلطت بعد ذلك الشياطين، إلا أن الأصل أن العين الأصل أن تكون بدون شيطان، وهي عين حاسدة، عين حاسد أو عين معجب كما سبق. وهل يصيب الرجل المرأة، هل يصيب الزوج زوجته بالعين؟ وهل تصيب المرأة زوجة زوجها بالعين؟ يمكن هذا، ولا مانع إذا حصل إعجاب، فالإعجاب يكون بين المتحابين ويصاب أحدهما بالعين لنظرة إعجاب. لهذا يحذر القريب والبعيد، الصغير والكبير، الزوج والزوجة، الأب والأم، الابن والبنت، المجتمع بأسره أن ينظر إلى شيء نظرة حسد أو نظرة إعجاب، فذلك من أسباب الإصابة بالعين. وربما قتلت بعينك وأنت لا تشعر، جئت يوم القيامة وعلى رقبتك نفس محمل نفسا قتلتها، أو أصبت شخصا بالجنون أو بمرض أو بنعم شيء من الأمور التي تضره. وصلنا إلى آخر نقطة في هذا الدرس أو في هذه المحاضرة وهذه الكلمة، وهي الأهم، الحلول الشرعية، الحلول الشرعية المتعلقة بالعين وقاية وعلاجا. أولها وهي مشتركة مع كثير من الحلول الشرعية السابقة مع دفع المس والعين وغيرها من الخلافات والمشاكل، الاستقامة. فإذا كان الرجل أو المرأة مستقيما على دين الله قل أن يصاب بالعين. الاستقامة على دين الله، القيام بطاعة الله، أداء الفرائض، المحافظة على النوافل من صدقات وصيام وصلاة ونعم وعمرة وحج وغير ذلك، فإن الطاعة حصن حصين من الإصابة بماذا؟ بالعين.
ولو أصيب الإنسان بالعين وهو على طاعة واستقامة وعلى خير وصلاح وهدى وبر وتقوى لله عز وجل ستكون الإصابة ضعيفة أو أضعف من إصابة غيره بهذه العين. ومن الحلول الشرعية اللجوء إلى الله والاعتصام به والتوكل عليه والثقة به قبل الإصابة وبعدها، لا تبالي بهذه الأشياء، لا تتوهم الإصابة بالعين في كل صغيرة وكبيرة، لا تعتقد أن العين تؤثر بنفسها، إنما تؤثر إذا أذن الله وإذا سمح وإذا قدر وإذا رضي وإذا نعم وإذا ترك هذا العبد لهذا الأمر القدر الذي يقدره الله عز وجل سبحانه وتعالى. فالمطلوب أن يقوي الإنسان ثقة وصلته بالله رب العالمين سبحانه، وألا يكون مهزوزا وألا يكون متشككا وألا يكون ضعيف الإيمان ولا ضعيف التدين ولا ضعيف الاستقامة، بل عليه أن يتمسك بدينه، والله عز وجل حافظ عباده ومؤيد عباده وناصر عباده الصالحين على من عاداهم أو على من أصابهم بحسد أو عين أو غير ذلك. هذا قبل وبعد أثناء العين. ومن الحلول الشرعية التداوي بالقرآن والسنة. أحس الإنسان بشيء من علامات العين، حصل عنده عين، تداوى بالقرآن بالسنة، أقبل على كتاب الله وعلى سنة نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلاوة وعملا أكثر مما كان عليه. فإذا زاد الإنسان عند الإصابة بالعين أو غيرها من الأمراض أو غيرها من أسباب الخلافات الزوجية، زاد من الأعمال الصالحة، زاد واجتهد في الطاعات واجتهد في العبادات، فهذا من أعظم الأسباب للدواء والشفاء والعلاج. فكثرة قراءة القرآن من أسباب الشفاء من جميع الأمراض من العين وغيرها، حتى من الأمراض العضوية والحسية والبدنية التي تكون بين الناس. أيضا من الحلول الشرعية المتعلقة بالعين في دفعها ودوائها وعدم حصولها وخروجها من هذا الجسد وخروجها من المجتمع الأسري وخروجها من الزوج أو من الزوجة، الاستمرار على الرقية الشرعية. كم من إنسان لا يبالي بالرقية الشرعية وهو مصاب بالعين، وكم من زوج أو زوجة عمل بالرقية الشرعية ولكن في أيام أو لحظات دون أيام ودون لحظات، أو عمل بالرقية الشرعية ثم يئس ثم تعب كما يقول بعض الناس ثم مل، حصل له الملل وحصل له الضعف، هنا حصل الضرر أكثر. إن الاستمرار على الرقية خير لا شر فيه، نفع لا ضرر له. إن الاستمرار على الرقية الشرعية هو المطلوب. إن كثيرا من الشياطين في المس والسحر وغيرهما يثبت في البداية ويتجلد ويتحمل ويصبر، لعلمه أن كثيرا من الناس ربما استعمل الرقية أوقاتا أياما ثم ترك، لكن إذا استمر يتفجر هذا الجني أو هذا نعم الشيطان، وسرعان ما يترك هذا الجسد ويترك أذيته ويترك تلك الوساوس والأمراض التي سببها. فالاستمرار على الرقية الشرعية أمر من الأهمية بمكان. أيضا الاستمرار على التحصينات الصباحية والمسائية، على الأذكار صباحا ومساء، دخولا وخروجا، قياما وقعودا، في سائر الأوقات وسائر الأحوال. نعم، فإن الأذكار تدفع عن الإنسان الأضرار الحسية والمعنوية الظاهرة والخفية، تدفع عنه شرورا لا يشعر بها ولا يدريها. ومن أهم تلك الأذكار الإكثار من قراءة آية الكرسي والمعوذات
سورة الإخلاص، سورة الفلق، سورة الناس، عن عقبة بن عامر قال: بينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الجحفة والأبواء إذ غشيتنا ريح وظلمة. انتبه، غشيت النبي عليه الصلاة والسلام وبعض أصحابه ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، ويقول: يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثليهما. وقال: وسمعته يؤمنا بهما في الصلاة. أخرجه أبو داود. وآية الكرسي قد جاءت الأحاديث المتكاثرة في حرزيتها وفي سلامة صاحبها من الشياطين، فإذا قرأها الإنسان في ليله لا يقربه شيطان حتى يصبح كما جاء ذلك من الشيطان. هذا خبر أخبره من؟ أبا هريرة، وأكد ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا استعمال التعويذات النبوية التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما يعني إبراهيم كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أخرجه البخاري. وأيضا جاء من حديث خولة بنت حكيم السلمية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، فلا يصاب بعين ولا سحر ولا يصاب بشيء من هذه الأمور الخطيرة. وهكذا من الحلول الشرعية أن الإنسان إذا شعر من نفسه بحسد أو بإعجاب، إذا نظر إلى شيء فوجد من نفسه تحركا وحسدا أو وجد إعجابا، ليقل ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التبريك. قال: نعم اللهم بارك، يقول اللهم بارك فيه أو بارك الله فيه. إذا رأى شيئا يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة، كما قال لبيك إن العيش عيش الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيدعو بالبركة كما سيأتي معنا في قصة مشهورة حصلت لأحد الصحابة. نعم، لما أصيب بالعين قال النبي عليه الصلاة والسلام للعائن: ألا بركت، يعني هل دعوت بالبركة فقلت اللهم بارك، اللهم بارك فيه، بارك الله فيك. وإذا رأى الإنسان ما يعجبه يقول: لبيك إن العيش عيش الآخرة، أو اللهم لبيك إن العيش عيش الآخرة، أو إن العيش عيش الآخرة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا عند الإعجاب بالشيء. كذلك من الحلول الشرعية، من الحلول الشرعية حتى لا يصاب البيت الأسري بماذا؟ بالعين. كتمان المحاسن، كتمان المحاسن، لا نشرها بين الناس لا في المجتمعات الخاصة ولا عبر الإنترنت، كما سبق وأن ذكرنا أن ذلك من أسباب الإصابة بالعين. ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. جود إسناده الألباني في الصحيحة، وجاء في لفظ: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. هذا الحديث وإن كان فيه شيء من الكلام إلا أن أصله قد حسنه أو جود إسناده الألباني. استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن انتبه أيتها الزوجة، وانتبه أيها الزوج، فإن كل ذي نعمة محسود. يعني مهما كانت من نعمة ولو كانت في نظرك صغيرة أو يسيرة ستجد لها حاسدا من رجال أو نساء، ولو كانت لا يبالى بها. إذن فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر، فإن كل ذي نعمة محسود. استعينوا على قضاء حوائجكم أو إنجاح حوائجكم بالكتمان. فالكتمان أمره مهم. إذا خشي الإنسان أن يحسد على نعمة أو أن يحسد على خير أو أن يصاب بإعجاب فليكتم هذه النعمة. ف
فليكتم هذه النعمة، اكتم هذه النعمة ولا تظهرها على مستوى رؤيا رأيتها ليست بحقيقة. يعني الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب، رواه مسلم عن أبي قتادة. رؤيا صالحة رأيتها، رؤيا صالحة رأتها المرأة، لا تخبر إلا من تحب. الأصل أن تكتم، الأصل أن تكتم عن الحساد وعن الذين يصيبون بالعين. نعم، وهي رؤيا، كيف بنعمة ماثلة حاضرة موجودة جاءت من الله عز وجل. وجاء في صحيح مسلم: الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإن رأى ما يكره فليتفل عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من الشيطان ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. أيضا من الحلول الشرعية المتعلقة بالإصابة بالعين: إذا علم العائن، علم من أصاب بالعين، يؤمر بطريقة أو بأخرى أن يغسل وأن يغتسل، ولو أن يغسل كفيه أو وجهه أو أن يتمضمض أو أن ماذا يؤخذ شيء من ثيابه ولو عمامته، أي شيء من الثياب ويوضع في ماء ثم بعد ذلك يشرب منه المصاب بالعين المعيون أو المعين، يصب منه عليه، يشرب قليلا ثم يصب الأكثر والباقي على هذا الإنسان وهو لا يشعر من خلفه، هذا أفضل. وإذا صب على محل الوجع إن كان معلوما فهذا أيضا أنجع وأفضل وأسرع في شفائه من هذه العين. وأيضا من الحلول الشرعية أن المرأة أو أن الزوجة أو الزوج إذا رأى من ينظر إليه بحسد يحذر ويأتي بالأذكار في ذلك الوقت ويستعذ بالله عز وجل من شر الحاسد من شر المعجب. نعم، فإذا رأت المرأة من ينظر إليه حسدا وإعجابا استعاذت بالله وطلبت منه أن يبرك. بعض النساء تستحي، ترى امرأة تنظر إليها تكاد أن تفترسها ولا تقل لها قولي ما شاء الله اللهم بارك، اذكر الله، أقل ما يكون أن تقول لها اذكر الله. وهكذا الرجل إذا خشي من الرجل أن يصيب بالعين، نعم عينا كان حاسدا أو معجبا، فليقل له اذكر الله، اذكر ربك، قل ما شاء الله، ولا يترك. المرأة لا تترك النساء، وكذلك الرجل لا يترك الرجال حتى يقول هذا الذكر: اللهم بارك، ما شاء الله، اللهم بارك، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، أو أن يذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا من الحلول الشرعية قبل الإصابة بالعين. ثم نختم بعد هذه الحلول برسالة إلى من؟ إلى الحاسدين الحاقدين، إلى أناس ما رضوا بما أعطى الله عز وجل عباده من رجال ونساء. نقول لهم إن الله عز وجل يقول: معاتبا لكم ولغيركم ممن يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الحسد لا خير فيه، لله در الحسد، ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله. تنام ينام أناس، الناس ينامون والحاسد يتقلى على فراشه، قلبه يغلي من الحسد. ما الفائدة من الحسد إلا الضرر أولا بصاحبه ثم بغيره. فهذه رسالة أن يبتعد الناس من نعم الرجال والنساء عن الحسد، وأن يحذر الزوج وزوجته من الحاسدين والمعجبين، وأن ينتبهوا لهذا الفخ الذي ربما دمر حياتهم الزوجية وأهلك الحرث والنسل. وهل يصاب الإنسان بالعين وما هو الدليل؟ سمعتم آيات أحاديث
ونختم هذه المحاضرة بقصتين مهمتين تدل على سرعة تأثير العين. هذا مما يكتشف به العين، تكتشف العين أن تأثير الناظر إن كان حاسدا أو معجبا غالبا يأتي سريعا ولا يتأخر، فيستدل الإنسان بهذا على وجود أو على الإصابة بالعين. هذه القصة جاءت عن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج وسار معه الصحابة رضي الله تعالى عنهم نحو مكة، قال: حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف، هذا راوي القصة سهل بن حنيف يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى وصلنا إلى موضع في الجحفة، خلع ثيابه سهل وقام يغتسل. نعم، خلع ثيابه وأراد أو واغتسل. نعم، قال: وكان رجلا أبيض، كان سهل ابن حنيف رجلا أبيض حسن الجلد والجسم، فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل. صحابي نظر لصحابي لا حسدا، إنما أعجب بلون جسده وحسنه وجماله، فقال عامر بن ربيعة: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني هذا الجلد الحسن وهذا الجلد الجميل، ولا جلد امرأة مخبأة لا ترى الشمس من الأبكار ومن العذارة، من نعم البيوت المستترات من الأنظار ومن الشمس وغيرها. قال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، هذه الكلمة فحسب. والمخبأة كما سمعتم الفتاة العذراء التي في خدرها لا تراها العيون ولا تبرز للشمس. قال: فلبط سهل، ما معنى لبط؟ صرع وسقط على الأرض مباشرة. أن قال عامر بن ربيعة هذا الكلام سقط سهل بن حنيف مغشيا عليه، فلبط سهل فأتى رسول الله صلى الله عليه أو فأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقيل له: يا رسول الله، هل لك في سهل؟ أي هل لك رغبة في إصلاح أمره وإدراك شأنه قبل أن يموت؟ فجاء النبي صلى الله عليه أو فقيل: يا رسول الله، والله ما يرفع رأسه وما يفيق. قال: هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامرا فتغيظ عليه، تغيظ غضب عليه بسبب أنه قال هذه الكلمة، وقال عليه الصلاة والسلام: علام يقتل أحدكم أخاه، هلا إذ رأيت ما يعجبك بركت، أي دعوت بالبركة. ثم قال له: اغتسل له، فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره، أي ما يلي البدن من الإزار، معقد الإزار مما يلي البدن، يعني لو أخذ من العائن للمعيون شيء من ثياب أو ملابس العائن الداخلية وغسلت وصب عليه من مائها أو شرب منها يرجى أن يكون فيها الشفاء. إذن قال: فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب ذلك الماء عليه، أي على سهل ابن حنيف. قال: يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه، وهذا أفضل أن يصب وهو لا يشعر. قال: ثم يكفئ القدح وراءه، ففعل به ذلك، فراح سهل مع الناس ليس به بأس. أخرج هذه القصة الإمام أحمد في مسنده، والإمام مالك في موطئه، وابن ماجه في سننه. ونختم بقصة مهمة فيها عظة وعبرة في إصابة العين وسرعة تأثيرها على النفس، لا على الإخوان والأحباب والأزواج والزوجات، بل قد يصيب الإنسان نفسه بالعين وهو لا يشعر. قال ابن كثير في البداية والنهاية، وذكر الفضل بن المهلب وغيره أنه يعني الوليد
ابن عبد الملك. القصة تتعلق بأمير من الأمراء وخليفة من الخلفاء من خلفاء الدولة الأموية، وهو الوليد ابن عبد الملك، وكان رجلا صالحا وله سيرة حسنة، لكن سبب موته ذكر فيه العلماء قصة عجيبة غريبة، فاسمع واسمعي إليها. قال: وذكر الفضل بن المهلب وغيره أنه لبس في يوم الجمعة حلة صفراء تزين، ثم نزعها ولبس بدلها حلة خضراء واعتم بعمامة خضراء. لبس الحلة الصفراء ما أعجبته، ثم لبس حلة خضراء يعني طقم كما يقول الناس. كم التطقيم هذا موجود عند النساء والرجال. نعم، طقم ولبس العمامة أيضا خضراء، فالإزار أخضر والرداء أخضر والعمامة خضراء، وكان رجلا جميلا. فما الذي حصل له؟ قال: واعتم بعمامة خضراء وجلس على فراش أخضر وقد بسط ما حوله بالخضرة، ثم نظر في المرآة فأعجبه حسنه، يعني خضر البلاد من حوله بعد أن خضر نفسه، نظر إلى حسنه فأعجبه حسنه وشمر عن ذراعيه وقال: أنا الخليفة الشاب. قال هذه المقولة: أنا الخليفة الشاب. والخلافة كما هو معلوم قل بل يندر أن يصل إليها الإنسان وهو شاب، لكن سليمان ابن عبد الملك وصل إليها وهو شاب. فلما لبس ما أعجبه وبسط ما أعجبه ونظر في المرآة فأعجبته هيئته، أعجبه جماله ولباسه وحاله، قال هذه الكلمة: أنا الخليفة الشاب. فما الذي حصل له؟ أصيب بالعين. وجاءت رواية أخرى أنه كان ينظر في المرآة من فرقة إلى قدمه ويقول: أنا الملك الشاب. فخرج إلى الصلاة يصلي بالناس الجمعة، بعد هذا خرج إلى الصلاة يصلي بالناس الجمعة، فلم يرجع حتى وعك، لم يرجع من صلاة الجمعة حتى أصيب بالحمى وكانت سببا في موته. وفي رواية أخرى أنه كان ينظر فيها، أي في المرآة، ويقول: كان محمد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أبو بكر صديقا، وكان عمر فاروقا، وكان عثمان حييا، وكان علي شجاعا، وكان معاوية حليما، وكان يزيد صبورا، وكان عبد الملك سائسا، يعني أباه عبد الملك ابن مروان، وكان عبد الملك سائسا، وكان الوليد جبارا، وأنا الملك الشاب. أخطأت في بداية القصة فقلت سليمان، فنعم قلت الوليد أو سليمان، الوليد خطأ، نعم هو سليمان، سبق لسان، هو سليمان. قال: وكان الوليد جبارا وأنا الملك الشاب. قالوا: فما دار عليه شهر، وفي رواية: ما دارت عليه جمعة حتى مات. في رواية أخرى أنه صعد المنبر، واسمع إلى هذه الرواية، بعد أن لبس ما لبس وفعل ما فعل ووقف أمام المرآة وقال: أنا الخليفة الشاب أو أنا الملك الشاب، وخرج على الناس وهو الخطيب لا شك، فكان أمير المؤمنين أو الخليفة أو الملك هو خطيب الجمعة، خطب الناس في هذه الجمعة، كان صوته في أول الخطبة يملأ المسجد، كان صوتا قويا، صوتا مؤثرا مزلزلا. قالوا: فلم يشعر الناس إلا بالصوت يضعف شيئا فشيئا فشيئا حتى انقطع الصوت وغشي عليه وحمل إلى بيته، ثم مات بعد ذلك عليه رحمة الله. إذن القصة لمن؟ لسليمان ابن عبد الملك ابن مروان عليه رحمة الله. في قول كثير من المؤرخين أن سبب موته هو
هو أنه أعجب بنفسه فأصاب نفسه بنفسه، أصاب نفسه بالعين بنفسه. فاحذر أيها الشاب، أيتها الشابة، أيها الزوج، أيتها الزوجة، أن تصيب قريبا أو بعيدا، أو أن تصيب نفسك بالعين. نسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد، ونسأله أن ينفعنا بما سمعنا ونسمع من هذه التوجيهات وهذه المحاضرات، ونسأله أن ينفع بها إخواننا وأخواتنا الذين حصلت عندهم